زبناؤهم زبناؤهم والليل عباءة إجرامهم والنهار أيضا. جبناؤهم كخفافيش الليل تسللوا إلى بلدة مسالمة هانئة ليزرعوا الموت بهدف زرع الخوف، حصدوا الدم، ولكن طالما في عروقنا دم لن يحصدوا إلا مقاومة مقاومة مقاومة. رفاقي الشهداء، رفيقاتي، رفاقي الحضور الكريم، أيها اللبنانيون، كل سنة نلتقي مثل هالوقت بهالمكان بالذات تنصلي لراحة أنفس شهدائنا نستذكرون. السنة ما رح تكون هيك وبس، السنة رح نعيش بشكل حي ومباشر اللحظات الأخيرة لرفيقنا الياس الحصروني قبل استشهاده. الذكرى شيء، الذكرى شيء، والعيش مع الشهيد اخر لحظاته شيء تاني مختلف تماما. رفيقنا الياس يلي اهل ضيعته بحبوا يعيطولو الحنتوش كان انسان كتير صاحب مبدا، كتير صلب، كتير ادمي وكتير مسالم. كان مرجعي بضيعته، عيش حياته كلها 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 بعين قبل بجنوب بأقصى جنوب. يوم الأربعاء باتنين آب الماضي كان سهران مع بعض الشباب بساحة الضيعة، حوالي الساعة 9 ترك الحاضرين وانطلق صوب بيته. مثل ما تبين بالتحقيقات لحد هلا كان في 4 سيارات مترابصين له، يمكن يكونوا أكثر، موزعين بنقاط معينة على طريقه. اعترضته سيارتين من هالسيارات، نزل منهم رجال، منهم رجال ابدا. طلع واحد او اكثر منهم بسيارته وخطفوه، اخذوه عن محل بعيد شي 5 دقائق بالسياره، وهونيك قتلوه عن طريق الخنق بطريقه من الطرق ما نعرف كيف، لانه ما تنسوا نحن بالجنوب لا في دولة ولا في تحقيق ولا من يحققون. بالمناسبة 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 هيدا الحوار يلي محور الممانعة بيعنيه وصار له أشهر وأشهر ببشر فيه وكل يوم بجدد دعوة لإله، بيدعوك على حوار تيخنقوك يقتلوك أو تيخنقوا مبادئك وقناعاتك وحريتك ويضطروك تعمل مثل ما هن بدن ماذا وإلا. خنقوا الياس وقتلوه، من بعدها طلعوا له سيارته برات الطريق، رجعوا زتوه حد السيارة بإخراج هوليوودي، بس بإخراج هوليوودي كتير سيء تيبين وكأنه الياس تعرض لحادث سيارة توفى على أثره. من جهة تانية تبين أنه جريمة منظمة للآخر، مثلا السيارات الأربعة يلي اشتركوا بالجريمة كل وحدة اجت من ضيعة تيضيعوا الشنكاش، وحدة اجت من عيت الجبل، والتانية اجت من بنت جبال، والتالتة من حنين، والرابعة من براشيد. انتبهوا، هيدا كله صار وحزب الله ما معه خبر شيء. هيدا هو تماما محور الممانعة والمقاومة، وهيدا الدفاع عن اللبنانيين يلي كل يوم بيتغنوا فيه، وهيدا الحوار يلي عم بيدعوا لإله. أنا هون بدي أفتح الليلين صغار تقول بتأسف إنه في بعض المواطنين أو بعض الناس أو بعض السياسيين بينطوا فوق احداث مثل كان صارت وبيكفوا هيك مثل الغنم تك 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 تك، وكانوا ما صار شيء بالبلد، ما في شيء، لا حدا قتل حدا ولا في شيء مختفي ولا حدا مخطوف
ولا أي شيء تماما. حبيت اليوم فوت بهالقد تفاصيل لأنه ما في إلا الحقيقة العارية تعطينا الفكرة الأوضع عن الفريق الآخر، فريق الممانعة، فريق إجرامي بامتياز. شو عمل لهم؟ شو عمل لهم ياس الحصروني تقتلوه؟ شو عمل لهم؟ شو عمل لهم ياس الحصروني تقتلوه؟ كل اللي عملوه انه كان بالتعاون مع وجهة عين قبل وسكينة يمنعون يسرحوا ويمرحوا بعين قبل مثل ما هن بدهم وخارج كل قانون. وهيك محور الممانعة وحزب الله بلبنان ككل بده يتصرف مثل ما بده، براد كل دستور، براد كل قانون، براد كل رأي آخر، وبعيدة عن رأي كل اللبنانيين الآخرين. ماذا وإلا؟ ماذا وإلا اغتيال رفيق الحريري وباسل فليحان، اغتيال سمير قصير وجورج حاوي وجبران كويني وبيير جميل وليد عيدو وانطوان غانم ووسام عيدو ووسام الحسن محمد شطح لقمان سليم. في البعض بدهم ينطوا عن هو كلهم سوا، نحن لا. ماذا وإلا 7 أيار 2008 مع أكثر من 100 مواطن لبناني شهيد من بيروت والجبل. ماذا وإلا عين الرمانة والكحالة وعين قبل. قبل ما أختم بهالمجال بدي أقول له لرفيقنا الياس، أنت يا الياس عشت بطل واستشهدت بطل. ليه؟ لأنك كل الوقت كنت مصر تعيش ذاتك، ذاتك أنت وتعيش حقيقتك. ويا ما يا الياس في بعض الناس من يلي بعضهم عايشين، صحيح عايشين بس عايشين أذلاء عبيد، عايشين حقيقة غيرهم وأنعاد غيرهم. عيشة في الذل لم ترضى بها يا الياس، وميتة في العز بالنسبة لك أفضل منزله. لعائلة الياس الحصروني بقول لهم الياس كان له شرف الشهادة تيحافظ على شرف وكرامة ضيعة وأهالي منطقة بكاملة. أنتوا اليوم أهل الشهيد الياس الحصروني يلي اسمهم زاد على أسامي كتار بهالساحة، أخذوا قرار البطولة تما تركعوا أنتوا ونحن بيوم من الأيام. هلا صحيح الياس بطل رح يفتح المنتجع تبعه كل يوم ويبرم بعين قبل وجنوب، بس الياس انضم للقافلة الأكبر يلي شايفينها وراكم، وصار راح يبرم كل يوم وكل لحظة بكل شبر من لبنان تنبقى ونستمر. أما عين قبل، عين قبل عروس الجنوب، فبقول لها عين قبل كل عمرك بطلة وصامدة وصابرة وهيك راح بتضلي. من كيروس بركات للياس حصروني، حراسك لا نعسوا ولا راح ينعسوا. أما محور الممانعة فبقول له إذا كان لباطل الإجرام جولة فسيكون لحقنا في الحياة والحرية 1000 جولة وجولة. وبقول له أنت مش أخضر بلا حدود، أنت أسود بلا حدود، ونحن راح نكون مواجهة بلا حدود. أيها اللبنانيون دقت الساعة يلي لازم نقرر فيها. هل لبنان اللي عم نعيشه بالوقت الحاضر هو لبنان اللي بدنا إياه؟ هل هيدا لبنان اللي تعبنا وضحينا وسهرنا ليالي وسنوات وعشرات من السنين وقرود من أجله؟ هل هيدا لبنان اللي استشهدنا عشرات آلاف المرات كرماله؟ هل هيدا لبنان اللي اخترناه بيتنا من بيت كل شي في بيوت عوج الأرض؟ هل هيدا لبنان اللي بدنا نمرته لأولادنا؟ أكيد لا، وميت لا، وألف لا، ميت ألف لا. كل يوم في تعدي مادي علينا من ليسا وجرود جبيل لجرود جزين، ومن 7 أيار لعين الرمانة لعين قبل وما بينهما شوية خلدة الكحالة. بالكحالة مطرح ما تبين انه كل الناس على مختلف تلوينهم السياسية ما بقى بدهم محور الممانعة.
كل يوم في تعدي على سقفتنا وطريقه عيشنا. حتى شواطئنا بجوني وجبال صارت عندهم شواطئ فسق فجور. كل يوم في تعدي على صوره لبنان بالخارج اللي بيتنا وجدودنا بذلوا الغالي والرخيص تكونوها. لبنان من بلد الثقافه والحضاره والتقدم والتطور والكرامة الإنسانية لبلد التخلف والانحطاط والإجرام وتصنيع المخدرات وترويجها، لبلد الفقر والعوز والجوع والشحادة والموت على أبواب المستشفيات، من دولة سميت بوقتنا أوقات سويسرا الشرق وعن حق لدولة فاشلة مرأة ما حدا بيقبل يتعاطى معها. أيها اللبنانيون، في محاولة جدية لتغيير كل شيء بحياتنا وكل شيء ببلدنا تيصير مطابق لمواصفات دول محور الممانعة من سوريا لإيران. كل اللبنانيين صاروا حاسين بهالواقع إلا بعض السياسيين يلي اللبنانيين انتخبوهم بآخر انتخابات مش حابين يعترفوا بهالحقيقة مثل ما هي، مش حابين يشوفوا اللي عم بصير على حقيقته. هودي بقول لهم يا أخوان، قد ما تجربوا تهربوا من الواقع مثل ما هو رح يضل هالواقع ملاحقكم ومنغصكم حياتكم مثل ما منغصنا حياتنا. واجهوا معنا تنستعيد سوا وطننا ودولتنا. هالبعض من السياسيين بيذكروني كل يوم بمتلازمة ستوكهولم، انكار كامل للواقع. هالبعض من السياسيين بيبرر موقفه بانه هو ضد الاصطفافات. لك يا عمي عن اي اصطفافات عم تحكوا؟ انت هون عم بتنقي اي لبنان بدك اياه. لبنان الكبتاغون والتهريب والفساد والتخلف والفقر والتعتير والعوز، أو لبنان الرسالة، لبنان الحضارة، لبنان التطور، لبنان الإنماء والبحبوحة يلي يا ما تغنوا فيه الأدباء والشعراء وشعوب العالم كلها. هون بدي أكد إنه بمقدار ما البعض عم بيجربوا يتهربوا من مواجهة الواقع والحقيقة ومن تحمل مسؤولياتهم، بمقدار ما نحن وكتار لبنانيين تانيين أكثر من أي وقت مضى مصرين مصممين على مواجهة هالواقع وعلى قول الحقيقة مهما كلفتنا وعلى فعل أي شيء لازم ينعمل تنطلع من جهنم اللي نحن فيها للواقع اللي بدنا إياه. نحن بين لبنان جبران خليل جبران وشار الملك وحسن كامل الصباح وبين لبنان الكبتاغون والتهريب والإجرام منصطف علناً منصطف مع لبنان جبران خليل جبران وشار الملك وحسن كامل الصباح. نحن بين لبنان رفيق الحريري والإنماء المستمر وبين لبنان التحرير المستمر بس من دون أي تحرير طبعاً إلا من شبابه وصبياه نصطف علناً مع لبنان الإنماء المستمر. نحن بين لبنان يلي بيبني أوثق العلاقات مع الدول الخليجية والعربية وبين لبنان سوريا الأسد وإيران نصطف بوضوح مع لبنان الدول العربية. ونحن بين لبنان العلم والحضارة والثقافة والتطور، لبنان أمين المعلوف والرحاب نومياس، وبين لبنان التخلف والظلمية والقرون الوسطى، نحن مع لبنان العلم والثقافة والحضارة، مع لبنان القرن 21. نعم، نحن مع أي وكل الصفات بيوصلنا للبنان اللي بدنا وبدكن اياه. بالمناسبه بدي اكد انه نحن كقوات لبنانيه ما عندنا مشكله مع حزب الله او مع غيره من احزاب الممانعه كاحزاب سياسيه. نحن مشكلتنا الاولى هي بمشروع للبنان يلي هو تماما اللي عم نعيشه بالوقت الحاضر. بس مشكلتنا الاكبر والاكبر هي مع طريقتهم بفرض مشروعهم بالقوه بالاكراه بالغصب بالاغتيالات وبكل الوسائل الملتوية يلي ممكن يتصورها عقل الإنسان. مثلا كل يوم بيعملوا لنا ايادي حزب الله محور الممانعة، كل يوم بيعملوا لنا محاضرات عن العفة والطهارة والاستقامة ومصلحة الناس. بس حدا يقول لي مين أكثر جهة شدت بجماعة الفساد بالعقد الماضي كله سوا؟ مين شد فيهم تنعطوا جماعة الفساد وزارات الخدمات الأساسية يلي من خلالها مارسوا فسادهم على أعلى المستويات وبأبشع الطرق الممكنة وكبدوا الدولة والشعب اللبناني عشرات المليارات من الدولارات؟ مين يلي كان كل مرة يعطل تشكيل الحكومات لأشهر طويلة وطويلة كتير بس
كرمال يأمن وزارة الطاقة أو وزارة الأشغال أو غيرها من الوزراء من الوزارات لحلفائهم. قولوا لي دخلكم مع مين كانت وزارة المالية تقريبا بآخر 10 سنين؟ طيب من جهة تانية، وقت اللي طفح الكهل ونزلوا اللبنانيين، تقريبا كل اللبنانيين على الشوارع والساحات تيحتجوا على أوضاعهم المأساوية، مين يلي بعت ميليشياته على الساحات تضربوا المحتجين وحرقوا لهم خيامهم وجبرون يوقفوا تحركهم؟ مين الحامي الفعلي لمنظومة الفساد بالدولة؟ محور الممانعة. طيب قولوا لي مين اللي حامي التهريب بلبنان يلي بيكلف المواطن اللبناني تقريبا مليار دولار بالسنة؟ ومين اللي حامي لبل مشجع على التهرب الضريبي والجمركي يلي بيكلف الخزينة اللبنانية حوالي 2 مليار دولار بالسنة؟ جواب محور الممانعة، ثم محور الممانعة وليس آخرا محور الممانعة. طيب مين اللي مهشل السياح العرب وبالأخص الخليجيين يلي كانوا مصدر أساسي بالدخل القومي للبنان؟ مين يلي تسبب بوقف كل المساعدات الخليجية المباشرة وكل الاستثمارات عن لبنان واللبنانيين؟ أيضا وأيضا محور الممانعة. طيب مين يلي عم بيشرف ويسهل إنتاج الكبتاجون وبقية المخدرات والإتجار فيها مش بس بلبنان بل بالمنطقة كلها سوا، إذا مش أبعد من هيك كمان؟ أيضا وأيضا محور الممانعة. طيب من جهة ثالثة، مين يلي ملاحق الناشطين وأصحاب الرأي الحر بالأمع والإغتيالات؟ تناخد مؤخرا بس من لقمان سليم للياس الحصروني. ومين يلي أي جريمة يتهم فيها حدا من عنده أو حدا بهمه أمره مضروري يكون من عنده دغري بيتدخل بالقوة تيوقف التحقيق وما يترك الحقيقة تبين؟ المثل الأكبر بهالمجال هو تعطيل تحقيق بانفجار مرفق بيروت يلي ترك وراه تعطيل التحقيق بانفجار مرفق بيروت يلي ترك وراه أكثر من 220 ضحية، آلاف المصابين وعشرات الآلاف من المتضررين. وبالرغم من فضيحة المصاب ومن هول الفاجعة يلي هزت لبنان والعالم كله، ما رف جفن لحزب الله وقام هدد قضاة التحقيق وتدخل هون وهون وهون تتوصل يوقف التحقيق طبعا بالوقت الحاضر وبس. مش هناك نحن من أول لحظة تنبهنا للموضوع ولجأنا للمراجع الدولية تنقنعها بأنه التحقيق المحلي مش ممكن يودي لأي نتيجة ولا لأي حقيقة ولا لأي عدالة بظل هيمنة السلاح غير الشرعي. مش هناك لازم تتشكل لجنة تقاصي حقائق دولية بانفجار المرفأ، ورح نضل مستمرين بمؤازرة الأهالي وجمعيات حقوقية محلية ودولية عديدة نراكم جهود يوم بعد يوم للوصول لتحقيق يوصلنا للحقيقة تترتاح أرواح شهداء المرفأ بسلام ويرجعوا أهلهم يشوفوا النوم من جديد. هل كل هالمبيئات والفساد وتعطيل القانون قدر عملهم محور الممانعة بهالثلاثين أربعين نائب اللي عنده يهون؟ أكيد لا. قدر عمل هاو كلهم سوا من خلال عمليات الاغتيال والعنف والتهديد والتخويف من خلال منظومة أمنية عسكرية كلياً خارج الدولة وخارج القانون وخارج كل منطق للعيش المشترك، وبيرجع بعيط لك على الحوار. وأنا أصلاً استعملت كلمة بعيط لك على الحوار لأنه هاي هي الحقيقة المرة بالفعل اللي عم نعيشها. هيدا هو الواقع المأساوي الصعب يلي نحن فيه. يعني من بعد كل اللي عامله محور الممانعة وكل شيء مرتكبه من شنائع وفصائع وتعطيل وتعطيل ثم تعطيل وفساد إلى حد وصل تقريباً أنه يأفلس كل بيت كل مؤسسة بلبنان، من بعد هذا وكله بيرجع بعيط لك على الحوار. بذكرني هالمشهد بمشهد الديب اللي تنكر بشكل الست الختيارة وعيط للبنت على أساس تيحكي معها بالوقت اللي هو كان محضر حاله بالفعل تيكلها. لا يا حزب الله، إذا كنت قادر تكلنا كلنا نحن واقفين، إذا قادر تكلنا كلنا نحن واقفين ما تنتظر لحظة
روق بالك روق بالك، ما تنتظر لحظة، ما تنتظر لحظة، نخليك تكلنا نحن وقاعدين حدك. تعلمنا من كل اللي صار لهلا، ما حدا قاعد حدك قد رفيق الحريري، تعلمنا من رفيق الحريري وكل شهادة سوت الأرض. تعلمنا من 7 أيار، وتعلمنا مؤخرا من لقمان سليم والياس الحسروني. أيها اللبنانيون، بالرغم من كل المرتكب محور الممانعة، وبالرغم من مضبطة اتهام إلى أول ما إلى آخر، أوكي، منلاقي أن البعض بعده مصر يعمل صفقات مع حزب الله، وكأنه لا صار في كحالة، ولا في عين قبل، ولا في عين رمانة، ولا في 7 أيار، ولا في كبتاجون، ولا في تهريب، ولا في فساد، ولا في شيء. وهالبعض تيغطي صفقة محتملة بيطرح لك عناوين طويلة عريضة ولا يوم من الأيام آمن فيها أو اشتغلها بعز دين وجوده بالسلطة. لهالبعض بنقول له خيبك تعمل صفقة عمول، بس حرام تستعمل عناوين جدية مهمة بسميم المصلحة العامة تتوصل على صفقات ما لها علاقة بالمصلحة العامة، لبل هي بتضرب المصلحة العامة ومصالح اللبنانيين بالعمل، مثل ما كانت نتيجة صفقة مرمخيل. إذا صفقة مرمخيل لوحدها، إذا صفقة مرمخيل لوحدها وصلتنا لهون، لكن صفقة تانية مثلها بتطيرنا من الوجود كليا، وعلى الدنيا ألف سلام. أيها اللبنانيون، فوق كل اللي صاير جايين هلا رح يصير لهم تقريبا سنة بحوروا بدوروا تجربوا يوصلوا مرشح لألون على رئاسة الجمهورية من خلال مثل العادي أسلوبهم بتعطيل الانتخابات الرئاسية. بيعملون لهم محاضرات ليل نهار عن ضرورة انتخاب رئيس جمهورية وكله بالنحو، انتبهوا. من جهة تانية بيعطلوا الانتخابات وما بيدعوا لجلسة، أو بيدعوا لجلسة بس بيعطلوها فورا من بعد أول دورة لأنه بينسحبوا من الجلسة بحجة أنه في تعادل سلبي بالمجلس، مشان هيك المجلس ما رح يقدر ينتخب رئيس. طيب يا عمي، إذا هالمجلس ما رح يقدر ينتخب رئيس، ليش عم تطلعوا أنتم بعد أول دورة؟ خليكم لتاني تالت رابع وعاشر دورة تنشوف إذا المجلس رح يقدر ينتخب رئيس أو لا. من جهة تانية في شغلة أنا ما فهمتها، بركي فيكم تساعدوني تفهمها. ليش دخلكم ما بيفيقوا على الحوار إلا وقت الانتخابات الرئيسية بالتحديد؟ امبارح تقريبا من حوالي السنة عملت انتخابات رئاسة المجلس بهالمجلس النيابي بالذات، وبتركيبته مثل ما هي تماما، ما تغير شيء بتركيبته من وقتها لهلا، وبرضه صارت انتخابات رئاسة المجلس وطلع رئيس المجلس ب 65 صوت ومش الحال. ليش بس مع انتخابات رئاسة الجمهورية ما بقى يمشي الحال وصار المجلس مقسوم، صار بده حوار، وصار بده جمعية أمومية للأمم المتحدة؟ ليش؟ لسبب بسيط جدا، هو انه محور الممانعة مش قادر يوصل مرشحه، وبذات الوقت ما بيقبل الا بمرشحه. قولوا لي شغلة صغيرة بشرفكم، لو محور الممانعة كان عنده 65 صوت بس، 65 لمرشحه، هل كانوا دعيوا لحوار؟ اكيد لا. من جهة تانية انا بدي اسأل سؤال صغير كمان، هل بيجوز من بعد كل شيء صار بلبنان، هل بيجوز يتاخذ البلد رهينة لست سنين تانيين من قبل نفس الفريق يلي أصلاً وصل الجمهورية للهاوية؟ وصل الجمهورية للهاوية من خلال سياسته العامة، من خلال إدارته السيئة للدولة، من خلال فساده يلي ما له مثيل بالعالم، ومن خلال تقوية الدويلة وضعف الدولة أكثر وأكثر. قولوا لي يا عم، في شي حدا في ذرة عقل براسه ممكن يقبل بهالشيء؟ بهالسياق بدي اتوجه لاصدقاء لبنان بالخارج يلي عم بيحاولوا يساعدوه، ومن كل قلبهم عم بيحاولوا يساعدوه، خصوصا منهم يلي عندهم تاريخ طويل بالديمقراطيه، بالحريه، بحقوق الانسان، بوجود دوله فعليه وحسن سير مؤسساتها. بدي اتوجه لهم تألم بكل صراحه ومحبه، انه كنا منتظرين منهم يساعدونا ويساعدوا اكثريه اللبنانيين المؤمنين بنفس القيم يلي هن بيؤمنوا فيها.
تيصير في دولة ومؤسسات فعلية بلبنان، تيصير حكم الدستور والقانون بدءا من انتخاب ديمقراطي وفعلي لرئيس الجمهورية بالمجلس النيابي اللبناني تبعا لما يقتضي الدستور. هيدا يلي كنا منتظرينه منهم، مش يجوا يقبلوا بخزعبلات الفريق الآخر، ساعة بمؤايدة رئيس الجمهورية برئيس الحكومة، وساعة بتخطي الدستور وقواعد اللعبة الديمقراطية الفعلية، وتخطي حتى المجلس النيابي بصفقات جانبية يطلق عليها زورا اسم حوار. هي صفقات جانبية، هالخزعبلات اللي هي كانت اصلا سبب بهلاك لبنان بالعشر سنين الماضية. طريق جهنم مرصوف كثير اوقات باحسن النوايا واطيب الكلام، بس بنهاية المطاف ما بيمنع انه طريق جهنم. نحن ولا لحظة مستعدين نسلك طريق جهنم، صارخين باعلى صوتنا عبدة ما بيفوتوا. أيها اللبنانيون، بدك تروق لي بالك شوي. أيها اللبنانيون، مستعدين نتحمل الفراغ لأشهر وسنين، بس مش مستعدين أبداً نتحمل أول شيء تقيل الدمون، وبعدين فسادهم وسرقاتهم وسوء قدرتهم وسيطرة دويلتهم على دولتنا. مش مستعدين هودي نتحملهم أيام أو حتى ساعات. ما رح نرضى إلا برئيس بجسد ولو بحد مقبول قناعاتنا وتطلعاتنا، ويكون على مستوى مهمة الإنقاذ يلي البلد بحاجة لإلها. نحن ما بدنا رئيس جمهورية لإلنا، نحن بدنا رئيس للجمهورية يلي بيحلم فيها كل لبناني. بكافة الأحوال بكل هالخضم فيكم تكونوا أكيدين من شغلة وحدة، قد ما جربوا قد ما حاولوا قد ما تملعنوا قد ما ضغطوا قد ما اغتالوا، بنهاية المطاف عبدة ما بيفوتوا. أيها اللبنانيون، بالرغم من كل هالواقع المأساوي بخضم كل اللي عم بصير، بالرغم من كل هالتعقيدات، أنا ماني متشائم أبداً ولا لحظة. بدنا نضل متذكرين إنه الولادة دايماً بتتسبب بمخاض وآلام، بس لازم نضل مكفيين تنوصل لواقع جديد. لما الإرادة بالحياة بتنوجد وهي موجودة عنا، ولما التمسك بالحرية بينوجد هو موجود دايماً عنا، كله بيهون. الإرادة بالحياة والتمسك بالحرية هو مزروعين بجيناتنا الوراثية، نحن ما فينا نعمل شيء، ما فينا نخدم حدا فيهم. هودي إمبراطوريات كبرى بالماضي ما قدرت تنزعهم منا، بس هودي يكونوا موجودين وهن موجودين، كل الأهداف قد ما طولت تتحقق. أكيد الأمور ما رح تكون بهالسهولة، بس بنهاية المطاف رح تكون ورح تحصل ورح نوصل. ما في شيء بهالدنيا بيصير على الهينة، كله بده تعب، كله بده جهد، بده سهر، بده كد، بس بعدين بيصير. يلي ما بيتعب لوطنه ما بيستاهل وطن. بدكن حل هين وسريع وموجود، بس هذا بيكون انتحار ومش حل. شهدائنا ما استشهدوا تيشوفونا عم ننتحر، بس بدكن حل هين. حل هين والسريع كثير هين هو انه نرضخ لمحور الممانعة ونروح ننتخب مرشحهم. بس هيدا مش وارد عنا، لا امبارح ولا اليوم ولا بكره ولا اللي بعده، الى ابد الابدين. امين. اما الحل الفعلي الحل الفعلي هو انه ما نرضخ، انه نضل على موقفنا، نتمسك بتطلعاتنا وبقناعاتنا، ما يرف لنا جفن بالرغم من كل الصعوبات اللي عم نعيشها، لحديت ايمتى؟ لحديت ما يتعب التعب منا ويتاكد محور الممانعه انه ما رح يقدر يفرض علينا شيء، انه ما رح يقدر يتخطانا مهما طال الزمن. ساعتها رح يضطر ياخذ الحقيقه اللبنانيه التاريخيه بعين الاعتبار، يتصرف مثل ما لازم يتصرف. نحن ما عم نطلب المستحيل،
نحن عم نطلب نعيش مثل بقية الناس، عم نطلب نعيش مثل بقية البشر. نحن عم نطلب بس يكون عندنا دولة فعلية مش دولة صورية. نحن عم نطلب يكون عندنا دولة تتحمل مسؤوليتنا، مش يكون مصيرنا بأيادي مجهولة، أيادي خارج الدولة خارج كل قانون، بالإضافة إلى أن أيادي مجرمة. كل عم نطلبه يكون عندنا دولة مش فاسدة، يعني ما تكون محشية بجماعة محور الممانعة بس لمجرد أنهم حلفاء محور الممانعة وبيحموا ظهر المقاومة ولو كسروا ظهر لبنان وكل اللبنانيين. اللبنانيين بيستحقوا أفضل بكثير من يلي هن فيه. مشان هيك نحن ما رح نسكت، ما رح نستكين، ما رح نضعف، ما رح نساوم، ما رح نكاف، رح نكفي بمواجهتنا تنوصل ونوصل شعبنا للبناني اللي بده اياه. بخلاف اللي بيعتقدوا محور الممانعة يلي ما بيعترف إلا بالقوة الغشيمة، نحن قوية طبعاً لا بالاغتيالات ولا بالإجرام، بس قوية بإرادتنا وتصميمنا وصلابتنا بسلاح الموقف وتأييد أكثرية اللبنانيين. أما يلي عم بيسأل طيب ما زال هالقد أنتوا قوية، شو عملتوا من وقت الانتخابات لهلأ؟ شو قادرين بعدين تعملوا؟ بقول له تأكد تماماً يا صاحبي، نحن قادرين ناخد البلد عبر الخلاص. كل كلمة قلناها نحن منعنيها. ايه أكيد نحن بدنا ونحن فينا، بس من موقعنا كمعارضة نحن منا السلطة هلأ. الكل بيتذكر أنه بس كنا السلطة وسلطة أمر واقع جزئي جداً بظرف استثنائي جداً. الكل بيتذكر الأمن والتضامن الاجتماعي والنقل المشترك وعمليات القلب المفتوح والازدهار والبحبوحة. وهيدا كله بعز دين الحرب. حتى هلأ بالمناطق يلي عنا ولاية كاملة فيها وعلى كتير مستويات شايفين تطبيق القانون كيف، شايفين البنى التحتية كيف، شايفين الإنماء والعمران كيف. إيه أكيد نحن على طول مطرح ما منكون بيكون بدنا وفينا، بس هلأ نحن بالمعارضة وبينت الأيام إنه بالمعارضة بدنا وفينا. ما بتتذكروا مين أول من طالب بالتحقيق الجنائي سنة 2017؟ اللواءات اللبنانية. ولو من وقتها صار كنا وفرنا على لبنان حوالي 40 مليار دولار. باثنين أيلول 2019 قبل الانهيار بشوي طرحنا أن المنظومة كلها تزيع على جنب وتحل محلها حكومة تقنيين فورا. ولو وقتها صار كنا وفرنا على لبنان الانهيار. بال2020 من أول لحظة عم فجار مرفق بيروت طرحنا واشتغلنا وبعدنا على لجنة تقصي حقائق دولية لتحقيق العدالة. ومبارح ب14 حزيران 2023 على لحظة كنا وصلنا رئيس جمهورية لولا تعطيل المعطلين اللي هلأ بدهم حوار وتردد المترددين. نعم نحن بدنا وفينا، بس مستحيل يكون فينا أكثر من الوكالة اللي بتعطونا إياها. أعطيتونا لهلأ وكالة للمعارضة، عم نتصرف بهالوكالة كمعارضة على أفضل وأرقى وأفعل ما يكون. وأكبر دليل هو اللي عم بصير بالوقت الحاضر. ما عم نترك محور الممانعة بالرغم من كل جبرأوته يوصل مرشحه على رئاسة الجمهورية. وقت اللي كنا مشاركين بالحكومة شفتوا والخصم بيعترف قبل الصديق كيف كان أداء وزرائنا. هلأ شايفين أداء نوابنا كيف؟ تكتل متراس مندفع شغال 24 ساعة على 24، بيكمل بعض البعض بكل المواضيع والاختصاصات، اندفاع دائم للمشاركة بهموم الناس، للمشاركة باللجان النيابية والعمل الرقابي والتشريعي بشكل مستمر وبكل المجالات، من معارضتنا للموازنات المعتورة اللي عم تتقدم لعملنا الدائم للوصول للحقيقة بانفجار مرفق بيروت، لمواكبة هموم واهتمامات كافة القطاعات بقدر ما وضعنا كمعارضة بيسمح، للتشريع بكافة المجالات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية وحقوق الإنسان. بكل صراحة كل شيء جاهز عنا لعملية الإنقاذ المطلوبة، بس اللهم تنوجد السلطة اللي بدها الإنقاذ مش سلطة ضد الإنقاذ. سلطة بدها الإنقاذ بدءا برئيس جمهورية للإنقاذ. من جهة تانية كمعارضة توصلنا مع كل النواب يلي هن مش محور الممانعة، وتوصلنا نشكل مع الأحزاب الصديقة والحليفة والشخصيات المستقلة نواب معارضة صلبة واضحة ما بتساوي مصممة على مسيرة الإنقاذ للنهاية.
رح نكفي مساعينا مع اعترافي بالصعوبات اللي عم بتواجهنا تنوسع أكثر وأكثر إطار المعارضة. ما في خلاص للبنان من دون معارضة واسعة واضحة ما بتساوي. ما في خلاص للبنان من دون عملية إنقاذ واضحة المعالم، وما في إنقاذ ممكن مع رئيس لمحور الممانعة من دون رئيس سيادي إنقاذي. رفيقاتي رفاقي أيها اللبنانيون، خيارنا لبنان أولاً وأخيراً، خيارنا تعددية بالوحدة، خيارنا 10452 كيلومتر مربع، خيارنا الدولة، دولة فعلية من دون فساد، خيارنا النضال لتبقى لنا الحرية، ولتبقى لنا الحرية سنبقى قوات لبنانية، قوات في العقيدة، عمق في الإيمان، وصلابة في الالتزام. رفاقي الشهداء، رفيق الشهداء، اليوم بينضم لكم رفيق جديد، هو رفيقنا الياس الحصروني، رفيق عصامي مناضل صلب أدى حياته مثلكم بسبيل القضية. أنا كلني ثقة أنه مثل ما كنتوا سند وعضد لإلنا وقت اللي كنتوا معنا، هيك رح تبقوا مطرح ما أنتوا، بس بفعالية أكبر وأكبر وأكبر. ما حدا رح يقدر يمد إيده على تراب رويتوه دمكم ولا على شعب فديتوه بحياتكم. ما تنسونا ولا لحظة، وكونوا أكيدين أنه نحن مكفيين المسيرة مهما كانت التضحيات كبيرة والثمن غالي تنحقق كل الأهداف يلي استشهدتوا من أجلها. أما أنتوا رفيقاتي ورفاقي يلي مكفيين هالمسيرة هون، حبيت الليلة بهالمناسبة أرجع لمقطع قلتوا بآخر جلسة محاكمة أخضعت إلها، أثبتت الأيام صحته لهالمقطع، وهو بيعبر تماماً عن موقفنا بالوقت الحاضر. لا يعتقدن معتقد أن الله قد مات أو أنه لا يتدخل في أحداث التاريخ، فمهما يكن من أمر فأنا كل إيمان، لا بل أعمق وأبعد من الإيمان بعد، بأنه ومهما تكن الطريق طويلة صعبة شاقة ومتعرجة، فإنه في نهاية المطاف لن تكون إلا مشيئته، وكما في السماء كذلك على الأرض، وتحديداً على أرض لبنان، لتبقى لنا الحرية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، العزة والكرامة لشعبنا الأبي. عاشت قوات لبنانية، يحيى لبنان.